واضح ان اكرم مقتنع جدا بموهبتك، والا ما كانش يعني اصر انك تكون موجود معاه في كل الاعمال. طبعا انا بشكره جدا، لاني مهما كان هو نجم كبير وهو المساحه في ان هو يقدمني بالشكل ده كبيره، ومساحه كبيره ان هو كان بيغني، فدي يعني دي الناس مش واخده بالها منها. الناس دايما تقول لك انت بتغني واكرم هو اللي لا، اكرم يا جماعه اساسا كان بيغني اغانيه زمان، فلما اتعرف عليا لا، قال لك انت عندك موهبه كبيره وانا هفضل وراك لحد لما توصل للمرحله اللي تستحقها. انا ما اعرفش هو شايف اني مرحله اللي استحقها، بس اكرم لحد النهارده ما بطلش دعم، وجوده معايا دايما في حفلاتي، وجوده بمكالماته حتى لو حصل ظروف وما كانش قادر يجي، دايما داعم ليا رقم واحد في الوسط، وبنحضر لاغاني وبنحضر لحاجات، ودايما هو يعني رايه مهم جدا بالنسبه لي، وانا رايي مهم بالنسبه له. احنا خلاص بقى في بينا كيمياء، فاكرم طبعا يعني دي حاجه بشكره فيها جدا، ان هو شايف فيا حاجه يمكن قليل في الوسط ان حد يقدر يبقى مقتنع بالشكل ده ومستمر كمان.